اختتمت في محافظة ميسان بطولة كأس وزير الشباب والرياضة لمختلف الفئات العمرية بمشاركة 28 فريقا. بمشاركة أكثر من 28 فريقا اختتمت فعاليات بطولة كأس وزير الشباب والرياضة للفرق الشعبية في محافظة ميسان بنسختها الخامسة. اليوم ختام بطولة الناشئين هذه اليوم بنسختها الخامسة، حقيقة بعد مشاركة 28 فريقا ناشئا من جميع اللجان الفرق الشعبية في محافظة ميسان. هذا أولا. الشيء الآخر أنه هذه البطولة هي سقرت جميع المواهب واختبار لجميع المواهب الناشئة من الناشئين والشباب وصقل مواهبهم وأيضا اختباراتهم وأيضا الوقوف على جميع اللاعبين ذو الخبرة والمواهب الكبيرة لرفد الأندية والمنتخبات بهذه الفئات العمرية. هذه القاعدة الكبيرة اللي آلينا عن نفسنا أنه نوسعها، العام كانت للمتقدمين فقط، هذه السنة صارت ثلاث فئات عمرية اللي هي متقدمين وشباب وناشئين. السنة القادمة لدينا الخطط أنه تكون أربع فئات اللي هي نضيف لها الأشبال حتى نصير أشبال ناشئين شباب متقدمين، كل هذا لأجل اكتشاف أكبر عدد من الموهوبين وزجهم بالأندية والمنتخبات. وتعد هذه البطولة من البطولات المهمة التي تنظم من قبل مديرية الشباب والرياضة كونها تكشف المواهب والطاقات الشبابية والوقوف على مستوى اللاعبين لرفد الأندية والمنتخبات بهذه الفئات العمرية. طبعا احنا كلجنة حكام في محافظة ميسان يسعدنا ان نتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تنظيم هذه البطولة، ومن الناحية الفنية بتوفير حكام المحافظة لتحكيم هذه البطولة بحكام اتحاديين على مستوى دوري الممتاز ومستوى دوري الدرجة الأولى. اليوم هذه رسالة لكثير من شبابنا الرياضي بأن هناك من يحتضنكم وهي وزارة الشباب والرياضة حتى نكون على قدر المسؤولية باكتشاف مواهبنا الرياضية. نأمل أنه على السنوات القادمة تكون تشمل الفئات العمرية أكثر فأكثر. الشباب العراقي هو بحاجة إلى كثير من هذه النشاطات وهذه الفعاليات خصوصا في ظل التحديات القائمة حاليا، فعلينا أن نعتني بما يحتاجه بما يريده الشباب بما يتوفر للشباب جهد إمكان. وحظيت هذه البطولة باهتمام الحكومة المحلية ودعم الفائزين الأوائل، فيما تتضافر الجهود المشتركة لتوسيع قاعدة المشاركين في هذه البطولات من الفئات العمرية المختلفة. للرياضية العراقية سيل بديري ميسان.